وللوقوف أكثر على تفاقم أزمات كردستان العراق وتنامي الخلافات بين أحزابها في ظل تصاعد النفوذ الإيراني فيها، ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاغن الكاتب والباحث السياسي السيد عبد الله سلمان. مرحبا بك معنا. أهلا بك ومشاهديكم الكرام. كيف أثرت الخلافات بين الحزبين الكبيرين في كردستان العراق على الملفات السياسية والمعيشية والاقتصادية؟ الخلافات وأي انشقاقات تحدث في منظومة بريمر السياسية في العراق، إذا كان في بغداد أو في كردستان العراق، فهي منبعها الأساس هو المغانم المادية والنفوذ السياسي الذي يحمي هذه المغانم. فجوهر الصراع ما بين هذه الأطراف هو المغانم، وهذه ليست أول مرة تحدث بينهم. عام 96 حدثت حرب أهلية كارثية فيما بينهم في سبب المغانم على معبر إبراهيم الخليل، لأن استحوذ عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني وأعطى القليل القليل منه إلى جماعة الطالباني، فبالتالي ذهبوا إلى إيران لأخذ الدعم منها. واستنجد البرزاني آنذاك بالحكم المركزي في بغداد، وقام الجيش العراقي بإبعاد الإيرانيين، وتدخلت آنذاك أولبرايت وغيرها لإنهاء هذا الصراع. فهذا ليس الصراع الأول الجديد بينهم، وبالتأكيد هذه الصراعات تؤثر على القوى المعاشية والوضع الاقتصادي، بالتأكيد على أبناء الشعب، يعني أهلنا الأكراد في الموجودين في أربيل وسليمانية التي تخضع إلى صراع وقيادة هذه الأحزاب القبلية. نعم، مجلة فورين بوليسي تقول إن واشنطن أو تقاس واشنطن عن دورها سمح لإيران بتوسيع نفوذها شمالي العراق، إلى أي مدى توافق قول المجلة؟ طبعا هذا غير صحيح تماما، لأنه ليس هناك تقاعس، هناك تفاهمات وتنسيق بخصوص الوضع الجيوسياسي العراقي المهم في المنطقة، وطريقة تفتيت العراق وطريقة إضعافه. هذا كله تفاهمات وتوافقات أمريكية إيرانية إسرائيلية موجودة على الورق وموثقة لديهم، فبالتالي هذه ليست تقاعس من أمريكا، وإنما أمريكا تعرف أين هي المشكلة، وتعرف أنه دور إيران محدود في تفتيت النسيج العراقي، وبالتالي يعني إيران يهمها كما تهم أمريكا أيضا، لكن يهم إيران أكثر أن لا يستقر الوضع في العراق في أي منطقة من مناطقه، خصوصا كردستان أو غيرها، يعني كردستان العراق أو غيرها، حتى في البصرة تحرك أصابعها عن طريق الميليشيات الحروب العشائرية والمعارك العشائرية وعدم الاستقرار في أي منطقة، يهم إيران هذا. فبالتالي هي تعكس هذه العلاقات الإيرانية واستحواذها على مناطق النفوذ في العراق كلها بشكل عام، والآن تدعي أنه تريد النفوذ في كردستان، هي نفوذها في كردستان قبل حتى عام 91. عندما يقول الرئيس الحالي بأن ميليشيا PKK في العراق منذ 45 عاما، هل تعتقد بأن هذا جاء في محاولة لتبرير حماية الحكومة والميليشيات لها، أم هو اعتراف ضمني بالعجز عن ردعها؟ لا، الحقيقة هو ناطق رسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة كردستان، وليس لا ينطق عن العراق، يعني هذا رئيس الجمهورية يمثل الأكراد، لا يمثل يعني المركز نهائيا ولا سياسة المركز. هو يحاول أن يبعد الشبه الالتزام أن سليمانية ليس لها علاقة بدعمه، وأنهم موجودين من 45 سنة. هم موجودين صحيح من 45 سنة، كل العصابات اللي موجودة اللي كانت تدعمها إيران وتدعمها يدعمها الموساد الإسرائيلي كانت متواجدة في تلك المناطق الوعرة الضعيفة، وكان السرية واحدة من الجيش العراقي تطوق هذه المنطقة ولا يتنفس أحد منهم، وبالتالي يعني العملية ليست عملية إبعاد، وإنما هو لا توجد إرادة أصلا في الحكومة العراقية لإبعاد هذه المشكلة من العراق، لا البيكيكي ولا غيرها. لا، هو يحاول أن يغطي عجز الإرادة السياسية للمنظومة السياسية كلها. نعم، طيب نأتي إلى تركيا، هل تعتقد بأنها غسلت يدها من الحكومة في العراق من إمكانية قضائها على هذه الميليشيا؟
تركيا وإيران وأمريكا يعرفون تماما الوضع ويعرفون تماما يعني تواجده وقدرة الحكومة العراقية على إذا يعني إذا أرادت سياسيا أن تنهي هذا الوضع، ولكن هي تعرف تماما أيضا أن الحكومة تدعمهم ماديا بأمر إيراني، وهنا ودعم أيضا من داخل إقليم كردستان. لكن الوضع الجديد الذي حدث هو أن دخول قوات التحالف في الوسط. قوات التحالف بدأت تدعم البي كي كي دعم قويا بخصوص ضد تركيا. فلذلك تركيا تعرف تماما انه هذه الدول او هذه العراق ومجموعه كردستان وغيرها غير قادره على وقف هذا الدعم، فلذلك اتخذت الاجراء الذي يناسب حفظ امنها كما فعلت ايران عندما ابعدتهم عن الشريط الحدودي. فهذه هي الاجراءات، والضعف المركز وارتباطه بإيران، ولا يوجد يعني لا توجد سيادة ولا يوجد إرادة سياسية ولا تفكير سياسي، وأيضا دخول التحالف الدولي حقيقة اللي موجود في اللي يسمى التحالف الدولي في العراق وسوريا ضد الإرهاب، وبدأ يدعم البي كي كي بشكل مباشر وبشكل قوي جدا بالمعلومات والأسلحة والتغطية والباجات السياسية والسيارات الخاصة. كل هذا هو دعم يأتي خارج إمكانيات الدولة الحكومة العراقية أو إقليم كردستان، فلذلك اتخذت تركيا المبادرة. نعم، في ظل هذه التداعيات وكثير من التحليلات التي تحدثت أو توقعات تحدثت عن أن هذا النموذج كردستان العراق هو نموذج يعاني من مخاطرة حقيقية الآن، وهو الانهيار، وهناك تحذير كما جاء على لسان مسرور البرزاني حذر واشنطن من ذلك. هل فعلا وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ لماذا يجري الحديث في هذا الموضوع؟ هو النموذج جاء نتيجة احتلال العراق، واحتلال العراق غير شرعي، فإذا النموذج لا يمتلك لا شرعية وطنية ولا، والآن فقد أيضا الشرعية الشعبية، فبالتأكيد ينهار هو والمجتمع والمنظومة السياسية الموجودة بالعراق. وانهيار هذا حقيقة هو يكون لصالح الشعب العراقي، حل الإقليم يسمح للعراقيين بالمطالبة بحل الدستور، لأنه المدافع الأول عن الدستور الشاذ الذي لا يتفق مع وطنية العراقيين هو المدافع الأول، هم جماعة الإقليم، لأنه يصف في مصلحتهم. فبالتالي هو المشروع أكيد فاشل وأكيد لن ينجح، لأنه قائم على وضع شاذ وغير صحيح. وبالتالي كل القائم هو ليس سياسي، هو وضع عشائري موجود ما بين الطالباني وما بين البرزاني، وضع عشائري موجود لا يسمى سياسي، ولا هناك توافقات سياسية لا مع العراق ولا لا مع المركز ولا مع الإقليم. مثل هذه النماذج بالتأكيد ستفشل، لأنه مدعومة من قوة فاسدة أصلا، أمريكا وإيران وإسرائيل. أشكرك جزيلا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي السيد عبد الله سلمان، كنت معنا، شكرا لك.